السلام عليكم. اليوم غادي نصاوبو كيكه كتجي هشيشه ورطبه بمقادير بساط وسهلين، يعني المقادير موجودين في اي دار بطريقه زوينه وسهله. كيجي فيها التفاح من الداخل. هانتوما تبعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخر، ما تنساوش ديروا ليا جيم وتابوناو عندي فضلا وليس امرا. غنبداو على بركه الله. غادي ندوزو المقادير. هنا عندي جوج بيضات بالحراره ديال المطبخ، كنديرو فانيه وحده، قبيسه الملحه، صافي كنطربهم مع بعضياتهم مزيان حتى كيطربوا لينا، كيبان لينا طربوا صافي. وكنزيدو كاس ديال السنيده، كنطربوا السنيده هي والبيض حتى كيندمجوا لينا. من بعد كنزيدو كاس ديال دانون، هنا يعني الكاس ديال دانون ديال فاني. صافي كنطربهم تدريجيا بشويه بشويه، كنبقى نطرف فيهم وكنبدا نزيد في المقادير الاخرى. نفس الكاس كنحاولوا نعبروا به المقادير كلها باش تجينا المقادير مضبوطه. نزيد كاس ديال الحليب، كاس ديال الزيت، صافي وكنطربهم مزيان حتى كيندمجنا الزيت هو والحليب بحال هكا كما كتشوفوا بحال هكا، حتى كنطرب مزيان. نيل عندكم طراب ديال الضو وخدموا به. صافي هنا كنزيد واحد الكميه ديال الدقيق، وكنزيد جوج خمارات ديال الحلوى، كنطرب كل شيء مع بعضياتهم حتى كيبان لنا ندمجوا الدقيق مع هو الخميره. الا بان الخليط باقي خفيف كنزيد واحد الكميه ديال الدقيق. هنا الكيكه كتجينا ما هي خفيفه ما هي ثقيله، بين وبين الا درناها ثقيله كتجينا شويه قاسعه، كنخليوها شي شويه خفيفه باش كتجينا اصلا رطبه. ها نتوما شو القوام ديالها كيكون شويه خفيف. صافي هنا خديت انا هاد المول طويل، درت ليه الورق ديال المطبخ. نتوما اللي متوفر عندكم ديروه، ما متوفرش ما ديروش. صافي وكنخوي الخليط كله بحال هكا. هنا عندي التفاح قطعتو دوائر بحال هكا، صافي وكنبدا نستف فيه. درت ليه هاد الطريقه بحال هكا، انا خليته بالقشور ديالو، نتوما لو بغيتو تحيدوهم حيدوهم. صافي وكنستف بهاد الطريقه بحال هكا بهاد الشكل. هنا التفاح انا مي غطيب كيكه ما غيبقاش عندي الفوق، كيهبط لتحت. صافي خدمت بحال هكا تكملت كلشي ديال التفاح. خديت هنا فانيا رشيتها من الفوق، الا عندكم فانيا خدموا بها، ما عندكم ديروا شويه ديال السنيده حتى هو رشوه من الفوق، كيبقى على حساب اللي متوفر عندكم في الدار. صافي وهنا خديت اللوز ايفيلي حتى هو درتو الفوق. اللوز ايفيلي لا عندكم ما عندكمش ماشي ضروري. صافي حتى هو درتو انا من الفوق. ديجا انا مسخنه الفران من قبل على نار متوسطه، دخلت الطاوه درتها الفوق والعافيه كتكون من التحت. ضروري كنقصوا العافيه، كطيب لينا من التحت كنهبطوها غير كتحمر من الفوق. صافي وكنخرجوها كنخليوها تقريبا واحد جوج دقائق حتى ثلاثه دقائق. صافي وكنحيدوها من المول، ضروري نخليوها حتى كتبرد لنا مزيان عاد كنحيدوها من المول. تقريبا كطيب واحد ربع ساعة كتكون واجدة. صافي من بعد ما خرجتها دهنتها بالكوفيتير ولا بالعسل اللي متوفر عندكم. صافي ولحت زدتها على داك اللوز ايفيلي من الفوق، حيت ديجا انا دايراه قبل، غير انا زدت شي شوية الفوق. صافي انا غنقطعها معاكم، كيجي الشكيل ديالها زوين وكيجي من الوسط ديالها كيجي فيها التفاح، داك التفاح اللي درنا الفوق كيهبط لتحت. مي كتقطعي كيكة ها نتوما شتو كيجي الشكل ديالها، كيجي التفاح الوسط كيجي فيه واحد المنظر زوين. غير جربوها راه غادا تعجبكم بزاف. بالصحة والراحة.